قطر أطلق نسوة من التجمع العام للمرأة في ولاية أدرار حملة مماثلة للتحسيس حول أهمية أخذ اللقاحات لمواجهة تفشي فيروس كورونا على مستوى ولاية أدرار. وقد تجول عدد من النساء بين المراكز الصحية في أطار مطالبات المواطنين بضرورة التوجه إلى أخذ اللقاح لمنع تزايد الإصابات بينهم، وقد لاقت هذه العملية تجاوبا من المواطنين.